عنك الديان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baby, you can call me a superman. Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe. And other than reaction videos, we also do other things, like we have a second channel called Fanny and Jessie 2.0. We do vlogs. We've got a podcast, we've got Patreon, and we also have, I think I'm forgetting one thing, but it's in the description box below. And you can find us on social media, Fanny and Jessie on Facebook, Fanny and Jessie on Instagram as well. Other than just these things, I personally write. You can check out my blog on WordPress, and you can check out my short poems on Instagram. Everything that I've mentioned is linked in the description box below, but for my blog, I think you can find it on the community section, and just feel free to check it out. Let me know what you guys think of what I've been putting out so far. I'm trying to be as consistent as I can be. So today I'll be reacting to Women Beautiful Quran Recitation, Surah Rahman, and I've reacted to many times. And I think maybe twice, if not three times, and this could be the third time. And it really has a good message. So let's see what this video holds for us. And without wasting time, let's get into the video. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Amazing video. Before I react to something that has no subtitles, I usually do a bit of research, and someone said this is like her wedding thingy and she's just reciting this for the in-laws. I think it's a good notion having to recite something for your in-laws. Otherwise, I'm a shy person, so if I had to do things in front of people, I'd be scared to the bone. Otherwise, a big thumbs up to her for doing this surah justice. Let me know what else does this mean, like her reciting it for the in-laws, other than it just being the wedding and her reciting it for the in-laws. What else does it hold? Otherwise, I really appreciate traditions that put women out there, that put women in a place where they're appreciating the family they're going into. A big thumbs up for that to this family and whatever was going on. Let me know what else this is all about. Otherwise, at the end of the day, we shouldn't forget that God is good and God is the greatest and God will forever be with us, be it when we're single or when we're married, whatever the case is. Let me know what you feel about this video and the message. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course don't forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video. You.